نستنكر هذا العدوان الغاشم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي السورية، وهذا يؤكد بالدليل القاطع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الشيطان الأكبر وهي الراعي الحقيقي والداعم للإرهاب في سوريا. ندين بشدة هذا الاعتداء الغاشم والبربري على قواتنا المسلحة في دور الزور، الذي يظهر من قبل أمريكا طبعا يظهر وجهها الحقيقي الذي ليس هو بجديد علينا، تآمرها مع داعش وأخواتها. هلا أكيد هي الضربة بتثبت مدى التنسيق بين الولايات المتحدة وبين داعش. هذا العدوان بيأكد أنه أمريكا ما عندها نية أبدا بحل الأزمة السورية. أول شغلة غطاء لأنه داعش أو المنظمات الإرهابية تأخذ مواقع من مواقع الجيش، وفشروا فشروا فشروا. طبعا كافة الشعب السوري يستنكر استنكار بشدة هذه الغارات الأمريكية التي كانت غطاء لتنظيم داعش الإرهابي.